نتكلم على الانونيموس فانكشن او الانيمد فانكشن. الانونيموس فانكشن، انونيموس نفسها اصلا معناها مجهول. انونيموس فانكشنز يعني الفانكشنز المجهوله، او خلينا نقول فانكشن مش عارف اترجمها. الانيمد فانكشن الفانكشن بغير اسم، فهي الانونيموس فانكشن يعني فانكشن ملهاش اسم. يعني بكتب كده فانكشن بفتح قوسين واتعامل على الاساس ده، تمام. لكن الفانكشن الانونيموس دي، الانونيموس دي ما بتبقاش مكتوبه كده ومرميه في الشارع، لازم اكون معرفها في حته. ان انا ممكن ابعتها as an argument، ان انا ممكن اعرفها في variable. يعني مثلا ممكن اقول let مثلا sum بيساوي function كده، فدي عندي دي، هل ده دي function؟ لا، دي anonymous function. فبالتالي انا اقدر اعرف function as a variable او as a const. constant ممكن اكتب let مثلا بدل let اقول له const sum بتساوي الكلام ده. مثلا ممكن اقول له هنا مثلا ar او ارج واحد مثلا ارج اتنين، اقول له return ارج واحد plus ارج اتنين، واجي استخدمها اكنها فانكشن عاديه خالص. فانا دلوقتي بالنسبه لي الفانكشن لو عرفتها في variable او في const، سواء let او var او const، بستخدمها عادي جدا. ممكن اجي هنا اقول له node index js sorry function ارج واحد ارج اتنين، سوري 10 20، نعمل لوج، نجرب مرة تانية، اداني ايه 30. فدي فكرة الانونيمس فانكشن عندي باختصار شديد.